دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد أكثر من 15 لقاء واجتماع في الصين، وشهد امبارح توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والصين أثناء مشاركته نيابة عن رئيس السيسي في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين. خلونا نعرف بسنت تفاصيل أكثر عن أهمية زيارة رئيس الوزراء للصين. معانا على الهاتف الكاتب عبد اللطيف وهبة، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. صباح الخير على حضرتك أستاذ عبد اللطيف. صباح النور يا فندم. يعني زيارات عديدة من رئيس الوزراء إلى بكين، عايزين نعرف أهمية هذه الزيارات، يعني انعكاسها اقتصاديا وسياسيا والآثار الإيجابية ليها. يعني زي ما حضرتك عارف، يعني نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي شارك في القمة الصينية الأفريقية. طبعا الهدف يعني أولا الترويج في المشروعات الاستثمارية المتاحة في مصر، العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، أيضا طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضرتك عارف إن في بعد يعني دايما مصر بتتبناه وهو القارة الأفريقية، بمعنى إن دايما مصر تنادي بضرورة حصول القارة الأفريقية على نصيب عادل من الاستثمارات، من حركة الاستثمارات العالمية، ومن أيضا في نفس الوقت على الدول التي قامت استعمار عدد من الدول الافريقيه في فترات سابقه ان يعني تلتزم بتعويض الدول الافريقيه فيما يتعلق بعمليات التنميه، فيما يتعلق مثلا بالثقافه الجديده والمتجدده، تحديث المرافق والبنيه الاساسيه، لانه لا يجب كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدول الافريقيه تدفع الثمن مرتين. صحيح. ده من ناحيه. لكن بالنسبه لمصر مثلا على سبيل المثال، هنلاقي ان رئيس مجلس الوزراء اتفق عدد كبير جدا من الشركات، يمكن من اهمها تشاينا باور او تشاينا انرجي، ودي بتشتغل في مجالات متعدده وليست في مجال واحد. يعني بتشتغل في مجال الطاقة، في مجال البنية الأساسية، في مجال يعني القطاعات الرئيسية والحيوية. الحقيقة تم توقيع أكثر من اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات الصينية، يمكن تتراوح قيمتها حوالي 1.5 أو 1.3 مليار دولار. 1.3 مليار يا فندم، زيادة على 7 مليار اللي بالفعل بتستثمر بيهم الصين في مصر؟ ده صحيح، ده صحيح. ليه بقى؟ لأن الصين أصلا من أوائل الدول المستثمرة في مصر، خصوصا في منطقة، يعني هم كان لهم دور كبير جدا فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس. يعني أنشأوا العديد من الصناعات في هذه المنطقة، بيتم تلبية احتياجات السوق المحلي، التصدير إلى الخارج، وفي نفس الوقت بيجري الآن يعني وضع بعض اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بإنشاء مناطق لوجستية. لوجستية بمعنى إيه؟ بمعنى إن بدل ما حضرتك مثلا على سبيل المثال العربية الصيني بتصدرها لأوروبا كعربية قدامك موجودة، بتشغل حيز كبير جدا في الشحن مثلا على سبيل المثال، ممكن حضرتك انت بتحطيها في كونتينر، هذا الكونتينر بيبقى فيه اسمها لوجستية في مصر اللي هو اسمها إعادة تجميع السمبلنج مرة ثانية المكونات، صحيح، وبالتالي تصدرها إلى
سواء الدول الافريقيه مصر. ده هيخلينا يا استاذ عبد اللطيف نقول انه نعم. انه مصر كده هتكون هي بوابه الصين الى افريقيا، يعني بوابه رئيسيه للصادرات الصينيه. بلغة الأرقام صادرات الصين للعالم، يعني احنا بنتكلم على رقم وصل ل 3.4 تريليون دولار، هي العملاق الاقتصادي الأول يعني في العالم. علاقات مصر والصين علاقة استراتيجية، يعني تم ترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ده معناه إيه في البعد الاقتصادي ليه؟ شوف، ده معناه إن تقوم الصين بزيادة معدلات الاستثمار في السوق المصري وفي القطاعات المصرية الأخرى. احنا عندنا الصين لم تعد قاصرة مثلا على منطقة غرب خليج السويس، ولكن هي كان لها دور مثلا في العاصمة الإدارية، صحيح. كان لها دور في بعض المرافق الأساسية زي يعني قطاع النقل والموانئ وخلافه، وبالتالي كل هذه القطاعات بتأتي باستثمارات صينية أو يتم تنفيذها باستثمارات صينية. أهم حاجة في الاستثمارات أنها تكون من الخارج وليست من الداخل، وبالتالي ده معناها إيه؟ معناها إن بتزيد قدرتك فيما يتعلق مثلا في يعني كلما زادت الاستثمارات انت بتمتص جانب كبير جدا من صحيح. البطاله، بتتراجع معدلات البطاله، تقوم بتلبيه احتياجات السوق المحلي من السلع الاساسيه او السلع التي يتم انتاجها من قبل المستثمرين الصينيين، يتم التصدير للخارج الفائض عن احتياجات السوق المصري. وخلي بال حضرتك، انا عايز اقول ان الشراكه الاستراتيجيه دي، اولا هناك صراع او تنافس شديد جدا بين القوى الاقتصاديه في العالم والقاره الافريقيه. يعني لو حضرتك مثلا شفت على سبيل المثال، وده يوصلنا ان مصر هي فعلا بوابه الصين على جميع الدول الى افريقيا. حضرتك شفت مثلا، هتلاقي في منتدى او قمه امريكيه افريقيه مع الدول الافريقيه، في منتدى في امريكا اللاتينيه مع الدول الافريقيه، في اليابان مع الدول الافريقيه، وفي الاتحاد الاوروبي مع الدول الافريقيه، وروسيا كمان مع الاتحاد الافريقي، وروسيا مع الدول الافريقيه. نشكرك شكرا. كل ده بيؤدي الى ان منافسه، لكن قدرتك بقى ونجاحك هو صحيح. استغلال هذه المنافسه بصفحتك. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عبد اللطيف وهبه، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، تعليقا على زياره دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاخيره الى العاصمه الصينيه بكين، واللي هي في الحقيقه مثمره جدا. صحيح. يا محمد، يعني اضافه مليار و3 من عشره مليار دولار اضافه للاستثمارات الصينيه في مصر، طبعا ده رقم صحيح. كبير.